تسمع وترى الرئيس حفني فتشعر أنك أمام شخص عنده حالة مهابة عظيمة للغاية، وكان أداؤه قوي جدا، وكان تحس إن هو تقطيعه للكلام تقطيع مش بس واحد بيغني، ده تقطيع واحد فاهم قادر على إنه يوصل لك الرسالة بطريقة حوارية. قبل ما يبقى فكرة مونولوج الغناء يظهر كان في ذهن الرئيس حفني ده شيء موجود. يعني هو راي كان شايف نفسه مؤدي، حتى شوف حتى يعني ليه حفلة شهيرة في نادي الترسانة اللي بيقدموا فيها الفنان عماد حمدي، واخد بال حضرتك؟ هتلاقي ايه؟ ان هو راجل واقف على المسرح وقفة زعيم، يعني هو مش مجرد فنان واخر الليلة هيدوله قرشين ويتعشى ويروح، لا ده راجل حامل تصور او حامل رسالة، يعني اعتزازه بنفسه يعني حاجة فوق ما تتخيل. صبر على العيمة لما ترسانة وحدي ما يباتش الترسانة، على العيمة اصبر لما ترسي، صبر على العيمة لما ترسانة وحدي ما يباتش الترسانة، انا جيت احيي الترسانة ولازم ادافع. هو فكت كلمة الترسانة دي وعمل فيها شيء عجيب جدا الحقيقة لا يخطر على بال اي شاعر. قال صابر على العيمة لما ترسي، انا صابر على العيمة لما ترسي. العايمة دي اللي هي الأحداث، اللي هي الدنيا، اللي هي الحياة، اللي بتاخدنا كده شوية وكده شوية لحد ما نرسي على شط. صابر على العايمة لما ترسي أنا، والطار ما يباتش عندي سنة، ما يباتش عندي الطار سنة، وأنا جيت أحيي الترسانة. فشوف كلمة الترسانة لما تتحول إلى الطار سنة وتتحول إلى لما ترسي أنا، واخد بالك؟ طبعا ده ارتجال، يعني ده ابن لحظتها. المقدرة دي بالتركيب ده بالصعوبة دي اللي ممكن أي شاعر تاني عشان يقعد يعمل الحكاية دي محتاج له يعني أسابيع، واخد بالك، عشان يوصلها. حفني بيعملها وهو معدي كده.